الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل لكل الجرحى ولكل المتضررين. ثانيا نحن شهادتنا كثير كثير مجروحة بإخوتنا وأشقائنا العراقيين، لأنهم أولا أصحاب حق وأصحاب قضية وأصحاب إنسانية، والشكر لا يكفيهم أبدا 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 على ما قدموه لنا من كل إنسانية وأخلاقية ومعاملة طيبة. اليوم نحن في محطة جديدة من محطات العمل المشترك مع الأخوة السوريين لتجاوز هذه الأزمة. هذه المباراة الودية هي لجمع القلوب ومن أجل رسم البسمة على شفاه الشباب، وخصوصا المتطوعين الذين كانوا لهم السبق في الحضور في عمليات الإغاثة، وأيضا بعض المشاركين من العوائل المتضررة الذين شاركوا في اليوم في الدعم والتحشيد في هذه المباراة الودية. المباراة هي موضوع مهرجان بنو رامي فرحة الصغار بعد ما الحشد قدم العراق وساعدنا في أدوار الزلزال، وقفوا معنا فارادوا يسووا مباراة ودية، وهن اغلب اللاعبين من العراق، فنحن جبنا مباراة هي كرنفالية وهن تنشيط لاخوتنا العراقيين، وشكر لهم على الشيء اللي قدموا لنا اياه. لا تحمل هذه المباراة في طياتها معاني الروح الرياضية فحسب، وإنما ترتقي إلى رسائل إنسانية في مدينة دمرها الزلزال ونكبها، فامتدت يد الأخوة لتساندها وترفعها من جديد. رضا الباشا من ملعب الحمدانية في حلب، الميادين.